اللجنة الوطنية للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية بتواكب العصر في كل المكتشفات والبحوث الخاصة بهذا المجال، ومن ضمنها زي ما حضرتك قلت الصحة والدواء، لأن أمن المواطن المصري مش بس الأمن القومي إنما الأمن من ناحية الصحة والمعيشة السليمة والأكل المظبوط. الحقيقة العالم دلوقتي بيقفز قفزات كبيرة جدا في هذا المجال، والبيولوجيا الجزيئية والهندسة الوراثية والجينات والمكونات بتاعتها من الدي ان ايه والحاجات اللي هي دلوقتي بنسمع عنها احنا متواصلين معاها، يعني نحن مش بعاد قوي عن العالم في هذا المجال. ويعني الحقيقة لازم ندخل المجالات الحديثة والمكتشفات الحديثة عشان ما نتأخرش كتير عن المجال الدولي والعالمي في هذه المجالات.